السلام عليكم، كنتمنى كامل تكونوا بخير وعلى خير. سعيد بلقياكم من جديد. كنظن لاحظتوا كيف ما لاحظت في هاد اليومين الاخرى ردود الافعال بعد الاعلان على صفقة انتداب مهاجم جديد للرجاء اللي هو بيتر ويلسون. كنظن بعد ما البدراوي قام بالاعلان والكشف على الاسم، الا بزاف ناس اللي كانت ردود افعال ديالهم بين اللي تقبلوا القرار، ماشي تقبلوا اللاعب، تقبلوا القرار، وكاين اللي عارضوا القرار. طبيعة الحال عارضوا البدراوي وعارضوا المجيء ديال اللاعب، لانه على حد تعبير البعض انه لاعب عادي ولا يستحق ان يحمل قميص الرجاء. داكشي اللي كنهضروا عليه حنا دابا وكنحاولوا نوصلوا لكم في بزاف ديال الفيديوهات، على اساس انه امنوا بالمشروع وامنوا بالخدمه ديال المكتب وامنوا بواحد الحاجه اللي نبغيكم تركزوا عليها. الا شفتوا الانسان بان لكم ان الانسان كيخدم المصلحه تاع الرجاء، فراه ولو يغلط غلط راه كيبقى انسان ليس ملك منزل من السماء. راه ماشي هي بنادم اللي كان عطيها زيرو درهم، بعدا ما تحلمش بالعاف انتدابات، كيوصل الانتدابات كيطفولك التليفون، وبالعكس كيبيعوا لك اللعابه ديالك باش كيدوروا الحركه. هذا السيد لحد الان ما باع حتى لعاب من ديالك نهائيا، من غير اللي انتهت العقود ديالهم ما بغاش يجدد ليهم. اللجنه التقنيه ديالو هي اللي يمكن الاختيارات ديالها، واللي ما جددش ليه راه عنده الاسباب علاش ما جددش ليه. وكنظن ان اغلبيه الجمهور متفق على اللعابه اللي ما جددش ليهم، وكان مطلب جماهيري. لكن بالموازاه مع ذلك، المكتب ديال الرجاء برئاسه السيد عزيز الدراوي قام بواحد العمل، وكيقوم بعمل كبير ديال بصح في خدمه هذا الفريق، وكيبين لك ان السيد باغي يخدم. الحاجه الوحيده اللي علاش ما تخرج تهاجمو وتنتقدو، سيد كيبان لك كيدير اكثر من جهده باش يرضي الجمهور الرجاء. دونك حنا باقيين في الصيف في مرحله انتقالات، باقي ما بديناش نهائيا بنادم كيبدا ينتقد. دابا الا كان واحد السيد غينجح فراه كيضرب في تماره باش ينجح، خليه ينجح على خاطره. واش دابا تهضروا على اللعاب؟ لعاب نديرو حنا غلط فيه، كاع غلط فيه. واش نبخسوا الناس الاشياء ديالهم؟ واش نخليو السيد يحس بانه ما كيدير والو؟ الانسان اللي ما ينعش ولا حتى ما متابعينش يمكن الكواليس شنو جاري فيهم. انا السيد راه ما كينعش، السيد كيطير من بلاصه لبلاصه، السيد ما بقاش كيشوف ولادو. علاش؟ بالرغبه ديال الجمهور وارضاء داك الجمهور اللي حبوا واللي عشقوا واللي اللي عطاه واحد القيمه ووقف معاه، هو اللي ساندو باش يولى رئيس الرجاء. وداك الجماهيريه الكبيره وداك الحب الكبير هو اللي كيخليه الان كيحاول يدير واحد الجهد كبير انه يخدم الرجاء وصالح الرجاء، النادي الكبير والنادي العريق اللي هو عارف القيمه ديالو، كيحاول ما امكن انه يخدم هذا النادي. احنا عارفين ان في الكولاسه ولا الكواليس كيجراو بزاف الحوايج اللي ما عارفهمش الجمهور، مي الانسان كيدير اكثر من جهده باش انه يحاول ينجح في شي حاجه. راه البدراوي ولا المكتب ديالو راه كاين جمع عام، كاين جمع عام كيتحاسب فيه وكيجيب لي ديتاي ديال لي ديتاي، فين مشات فين جات شنو درتي ما درتي والو. كاين جمع عام فين كيتحاسب بنادم تمايا، تما عند الحق اي واحد يحط داكشي اللي باغي لانه ما نجحش. ولكن باش تجي الاول يلاه قال بسم الله وتقولي فوالا انت ما نجحتيش، سير بحالك وانت يا كذا وانت كذا وفك الهضره والبلا بلا. صحيح نتفق معكم ان ما يعاب على البدراوي الان الصراحه ديالو، لان الصراحه في هاد البلاد السعيده ما خداماش. والله ما خدام، انا شخصيا عانيت فيها وكنعاني في حياتي كامل. لانك صريح، لانك عندك شنطن، لانك ما منافقش، ما كتكذبش، ما كتعرفش تكذب، ماشي ما تعرفش تكذب، راه كلشي نعرفو ليه، ولكن ما كديرش داكشي. مي كتلقى دائما العراقيل في حياتك، لان اللي في قلبك على لسانك هكا اللي جاري البدراوي الان. داك الحماس وداك باقي ما
باقي داكشي اللي عنده كيقولوا للجمهور، كيفاش كيحاول يتواصل مع الجمهور، كيفاش كيخليه هو يعطي المعلومه للجمهور واخا يجاوبه واحد في الكومنت وما يمشيش ياخذ شي واحد من شي منبر صحفي اللي توصلوا بالمقلوب. ف الا كان هاد اللعاب اللي جابوا كيبان لكم ما ماشي لعاب، خليوه سيد رقات الميدانيه اللي تحكم. وديك الساعه كان فاشل، راه فاشل، لا راه فشل فيه الدراما، حتى واحد ما غادي يقول لك لا. ولكن اعطيني شي فرق في العالم كيجيب لعابه، راه شوف اي فرق ديال العالم في العالم كيجيبوا لعابه بملايير ديال الدولارات، وماشي كلشي كينجح ليهم، وهم عارفين انه ماشي كلشي كينجح، كيلعبوا على 50-60% ديال الصفقات تنجح. راه دائما كيكون داك الحشيمه، راه عندهم لجنه وعندهم ما نعرفش عندهم ديال بنادم ما عرفتش شنو فاهم في الكره ما كينجحوش ليهم. راه ايدين هازار خير دليل، وبزاف ماشي غير هازار، ممكن بزاف اللي جاو بفلوس ديال بصح وما نجحوش. علاش اياك ما مدريد ما عندهاش منقبين وما عندهاش لجنه تقنيه في المستوى العالي اللي تعرفوا، ما عندهاش رئيس فلورنتينو بيريز معلم، ومع ذلك ما كينجحوش لي اللعابه. غاريت بيل كذلك، وبزاف اللي ما اللي جاوا بفلوس وما لعبوش اصلا، ما دخلوش نهائيا. دونك الله يرحم لكم الوالدين، حاولوا ما امكن تكبر عقلك شويه، تحاولوا ما امكن انكم تحاربوا دوك الناس اللي مديرين لي فو كونط، حيت لا كنتو عارفين راكم عارفين، لا ما كنتوش عارفين نشرح لكم هاد اللعيب. كاينين جروبات ديال واحد القنت، هادوك الجروبات فيهم المئات الا ما قلت لكم الالاف تاع الناس مديرين لي فو كونط بداكشي ديال الجراد باللوغو ديالنا بكلشي، ومديرين فيها جراد، اي حاجه كتلاح كيدخلوا كيهاجموا وكيحاولوا يبخسوا من داك العمل. وكاين اللي للاسف شي راجوين كيتبعوا على بالهم، هادوك الاغلبيه اللي كيهضروا اللي كيكومونتيو كي على بالهم جراد وكيلعبوا لهم بعقلهم، كيتلعب ليه بعقله وكيمشي بغي يمشي مع الاغلبيه، هما راه ماشي جراد. دونك راه اللي مصلحه الراجا ماشي مصلحه البدراوي، انا البدراوي ما كنعرفهم كيعرفوا، ولكن البدراوي واحد السيد اللي جاء بعد واحد عناء طويل باش انه كيخدم في الفرقه ديالنا سالينا، ما بغيتش اخويا انا السيد يتحارب دابا وهو خدام لينا، نهار ما يكونش خدام لينا انا غنحاربو انا الاول، فهمت؟ انا نحاربو نتوما عارفين انني نحاربو، حيت ما كنعرف حتى شي واحد، انا كنعرف الراجا، كنبغيو اللوغو، لوغو الراجا كنبغيه وكندافعو عليه، اللي خدام لوغو الراجا حنا معاه، اللي غيكون ضدو راه حنا غنكونو ضدو. ولكن دابا خليو الناس تخدم، كاين رئيس جاي باغي يخدم، جاي بفلوس ديالو بمسائل ديالو جالس كيخدم، وهذوك الناس اللي كيهضروا العقود منتهيه، واش 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 بنادم مكلخ دابا؟ واش كاين شي لعاب عقد ديالو راه كاين لعاب جاب عقد منتهي راه محطوطه لي في ديك العامين اللي سنا محطوطه لي 840 مليون ولي منتهيه العقود منتهيه، داك اللاعب باش كيجي الفرقه ملي كيكون لاعب حر الفرقه اللي ما كتستافدش، اما اللاعب راه خصك تقاد لي المسائل ديالو باش غتعطيه الشيك ديال الاول، باش غتعطيه البريم الاول باش غيبدا معاك، شكون غيطعلي مال بنادم كيبغي يدير فيها مكلخ اصاحبي. خليو السيد يخدم وخليه يشتغل، نهار غيبان لينا بلي هاد السيد راه ما خدامش لينا وبلي الاختيارات ديالو ما خداماش عاد تما غنهضرو. علاش ما نهضروش دابا؟ هاد السيد اول حاجه جا كون مكتب، مكتب ماشي من هادوك لي زيرو، مكتب لي الناس اللي عندهم الكفاءه، اول حاجه كاين اللي في عنده الكفاءه والفلوس وكاين اللي عندهم الكفاءه كاين اللي فلوس على قد الحال، ولكن مكتب في واحد الخليط متجانس اللي يعطيك مكتب قوي، زائد اللجان اللي تكونات. السيد جا بدا بالهيكله، والهيكله عرفتي ملي تجي لو جا رئيس بوحدو باغي يخدم وباغي يبيع ويشري بوحدو وباغي يدير كل شيء بوحدو وباغي يفهم في كل شيء بوحدو نقول لك خاف منه. مي السيد جا كيحاول يهيكل في النادي، كيحاول يصلح بزاف الحوايج اللي ما واصلينكمش في مواقع التواصل الاجتماعي، كيحاول يصلح بزاف الحوايج اللي عندها علاقه بالراجا، خلي لومبيلونس، خلي الكار، خلي بزاف الحوايج، خلي بزاف الاصلاحات اللي غيكونوا في الوزيز، خلي هادشي. زائد السيد غيجيب سبونسور كبير يشد الرجاء بفلوس ديال بصح، دونك خلي السيد يخدم. السيد جا داير لجنه تقنيه، جاب مدرب
اللي كيشوفوا انه في المستوى قادر يضبط لي قادر يضبط لي الفيستير، زائد انه قادر يعطي الراجا، كيحاول يجيب لعابه على المقاس ديال الراجا اللي يقدروا يزيدوا في الراجا. قلت لهم خليو السيد يخدم، خليو السيد يخدم، ومن بعد هذيك الساعه نتحاسبوا، حنا كاملين نتحاسبوا. دونك ما يمكنش لي نجي نحكم عليه دابا ونقول انت ما مزيانش، ما يمكنش. شي حاجه غريبه بزاف، علاش كنتو ساكتين شحال هذا؟ شحال هذا؟ علاش كنتو بنادم ساكت ملي كانت كتوصل الانتدابات وكتبقاو تمشيو تكتبوا الانتدابات؟ الانتدابات سير رجع رجع، راه باقي كلشي مسجل، الانتدابات الانتدابات، ما كاينش اللي كيتسوق ليك. فجاء رحيمي، سيروا شوفوا نهار تقدم رحيمي في الصفحه الرسميه، كلشي كيسف فيه، يا ودي الراجا شكون هو اللي يلعب فيها، وكلشي كيضحك وكلشي. رحيمي كيجيو عليه ملي مشى نهار جا مالونغو، كان مومي، مومي الجديد، ها سيروا رجعوا تقراو راه كلشي باقي مسجل. مالونغو كيجيو عليه ملي مشى، كاينين اللعابه اللي فرعتو البودريقه راسهم باش يجيو، وجاو ما دار والو، منهم جحوح، منهم كشاني، منهم الوادي، منهم بزاف لعابه، كنظن الكناوي، بزاف لعابه ما جا ما دار والو، جاو فلوس. دونك لا داعي للاحكام المسبقه، والتاريخ شاهد على اي حاجه وقعت. فالانتدابات اي فرق في العالم كياخذ انتدابات وهو عارف انه ما غينجحو 100% غير ما ينجحش، مي كيحاول ما امكن انه ينجحوا لي غير 50-60% من دوك الصفقات عندو الربح. ولا في الراجا هادشي كامل اللي جا نجحات لينا حنا 60% فيهم راه الربح ديال بصح، وتكون الراجا مزيان غير 60% من هادو كاملين، وراه الاداره ولا اللجنه التقنيه راه حاطه هادشي في راسها، وعارفين هادشي كاين، عارفين انه ماشي كلشي يقدر ينجح. دونك هذوك الناس اللي كيحاولوا يطيحوا من الراجا وكيحاولوا يبخسوا من العمل اللي كيقوم به اداره الراجا، خصكم تحاربوهم في بلاصه ما تعطيهم داكشي اللي باغي، في بلاصه ما توصلوهم الاشياء اللي كيقلبوا عليها. لان السيد جا اول حاجه بقلب مفتوح مع الرجاويين، ما كيخبي عليهم والو، كيحاول ما امكن انه يتواصل، كيحاول ما امكن انه يعطيك المعلومه منه ليه. شحال هذا ما كنتيش كتلقاه، كنتيش كتلقاه نهائيا، كانوا ساكنين ناس اخرين هما اللي كيعطوك المعلومه كيف ما بغاو هما بالطريقه اللي بغاو هما. دابا تسد هذاك الباب، هو اللي معاك، خلى خدمته معاك انت، خلى ولادو معاك انت، ومن فوق ما راضيش. دونك الا كان شي ديفو دابا حاليا غنقول في هاد الناس اللي كيحاولوا يهرسوا هاد السيد، لان الناس ما باغينش الخير الراجا، وهاد الناس ما باغينش يشوفوا الراجا مزيان، وهاد الناس ما باغينش هاد السيد ينجح. السبب اش؟ الله اعلم. يعني هاد السيد علاش تشبت به الجمهور دابا واغلبيه الناس متشبته به؟ لان هاد السيد جا بعد واحد العناء طويل، بعد ما مردونا، مردونا في حياتنا، فهمتي، من الاواخر ديال بوطريقه وحسبان وسلسيات والاندلسي واخرهم محفوظ، عايشونا العذاب، عايشونا العذاب ديال بصح، والرجاويين ديال بصح راه عارفين هادشي، وعارفين ان هاد السيد جا مختلف عليهم نهائيا كليا. جا بدا خدام من النهار الاول، شد الراجا من الغد ليه بدا خدام في الاصلاح، اصلاح الاصلاح الاصلاح، داك داكشي اللي خسروا الناس كامل كيحاول يصلح، وما ما عجبكمش هادشي. المهم هادشي اللي كان.